منذ اللحظة الأولى من انطلاق الحدث الرياضي الأهم في موطن رياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وأنظار العالم جميعها تتوجه إلى البحرين، حيث مسابقة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1. هذا الحدث الضخم كان لابد له من استعدادات كبيرة لاستقبال ضيوف المملكة الذين قدموا بالآلاف من مختلف دول العالم. المرورية بنيت بناء على تراكم خبرات وعلى دراسة بالنسبة حق أعداد المركبات اللي توصل داخل الحلبة لكل ساعة. سباقات هذه نرصد عدد الزوار وعدد المركبات اللي تدخل بالساعة، فتوزع القوة وتوزع الأعمال بالنسبة حق الدراسات. الأعوام اللي فاتت ممكن التبديل من النهاري إلى الليلي صار التعديل وصار تطوير أكثر، كل سنة تراكم خبرات. الخطة تشمل دخول الزوار من جسر الملك فهد، الضيوف من المطار، والبحرينيين اللي من كل مناطق البحرين. اليوم الأخير راح تبدل حركة المسارات، تكون كلها طالعة من الحلبة، فبالتالي اللي على شارع خليج البحرين راح يكون المسار الأول والثاني والثالث اليمين اللي طالع، وبعد المسار المقابل لا بعد طالع من الحلبة. الفعاليات المصاحبة التي تقام على هامش هذا السباق شهدت إقبالاً كبيراً، لأنها وبكل بساطة تناسب مختلف الفئات العمرية وتحمل الإبداع والإمتاع في كل تفاصيلها، وهو ما أكد عليه ضيوف الحلبة. دخول للحلبة كان سهل، التنظيم الأمني كان ملفت للنظر وسهل، هذا يعطي اطمئنان للزوار، يعطي اطمئنان للقادمين للمملكة البحرين أن المكان آمن جدا، آمن لعوائلهم، آمن لأولادهم، زائد أن الاستقبال كان جدا رائع. أكثر من هذا تقدر تتجول بكل الحلبة بكل حرية، وهذا الصراحة تشكرون عليه. طبعا السنة غير كل سنة، السنة حلبة البحرين الدولية صاير فيها تنظيم أفضل من كل سنة. السنة حتى الأشياء اللي قاعد نشوفها بالحلبة ما قد شفناها من قبل، صراحة إبداع في التنظيم وإبداع في الأفكار الموجودة في حلبة البحرين الرياضية. يمكن الجدير بالذكر أن اليوم حتى في روحتنا وياياتنا حق الحلبة كانت الشوارع سالكة، وكان التنظيم في الدخول والخروج من أحسن ما يمكن. هذا التنظيم المبهر أشرف عليه القائمون على حلبة البحرين الدولية من منظمين ومارشلز، وبالتعاون مع مختلف الجهات الخدمية في مملكة البحرين، وعلى رأسها وزارة الداخلية بكل إداراتها. حلبة البحرين الدولية، هذا المعلم الرياضي الهام الذي يضع اسم مملكة البحرين في مقدمة دول العالم في مجال رياضة السيارات، ها هو بدأ باستقبال جمهوره من مختلف دول العالم ليستمتعوا بما يقدمه من أنشطة وفعاليات يرغب بها الجميع. فهذا الحدث الهام كان لابد له من تجهيزات هامة تناسب حجمه، فجميع الإدارات الأمنية والخاصة في مملكة البحرين قامت بدورها على أكمل وجه لضمان انسيابية الحركة المرورية ونجاح هذا الحدث على أكمل وجه. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.